باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا ببساطة، وبنعمة ربنا النهاردة هنتكلم مع بعض على سلسلة جديدة هيكون عنوانها الإنسان الروحي. من كتر أهمية الموضوع ده أفتكر بالخير المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث أنه عمل كتاب بالكامل على الإنسان الروحي. يمكن ناخد منه حاجة صغيرة أو يعني نغير في بعض الأفكار، لكن الفكرة إن إحنا كلنا محتاجين نعرف مين هو الإنسان الروحي وإيه هي سمات الإنسان الروحي وإيه بركات الإنسان الروحي. الموضوع ده يمكن ياخد مننا تقريباً 10 حلقات في السلسلة دي. النهاردة هنبتدي ونعرف إيه هو الإنسان الروحي. الإنسان الروحي هو ليس إنسان صاحب موهبة. يعني إيه ليس إنسان صاحب موهبة؟ يعني هو إنسان مش بنقول عارف ألحان ولا بيعرف يوعز ولا بيعرف يعمل رحلات، لا لا لا، هو مش ضروري يكون عنده موهبة باينة، ولا المفروض يكون حتى عنده شهرة. يعني حكاية الشهرة أو الموهبة دي حاجة ثانوية ما تحكمش أبداً على الإنسان إنه روحاني أو مش روحاني. يعني ممكن أكون حافظ ألحان كويس قوي بس أنا شخصية مش روحانية، ممكن أكون بعرف أوعز كويس قوي بس أنا شخصية مش روحانية، ممكن أكون لابس أسود واسمي كاهن في الكنيسة والكهنوت قلب معايا لوظيفة وبعدت عن الخط الروحي اللي المفروض أنا أمشي عليه. يبقى أول حاجة مش ضروري يكون صاحب موهبة أو صاحب شهرة. نمرة 2، الإنسان الروحي هو إنسان ليس معنى أنه روحي أنه بلا خطية. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن حياة القداسة وقلنا أن ليس القديس هو من لا يصنع خطية أو من لا يقع في خطية، القديس هو اللي بيتوب بسرعة بعد ما بيقع في الخطية. علشان كده هو احنا بنتكلم النهاردة على الإنسان الروحي اللي ممكن يكون له خطايا وتحت الألام وتحت التجربة، ولكن إن سقط يقوم فورا. يبقى هو مش صاحب موهبة ولا شهرة، مش ضروري. 2، إن هو مش معنى إن هو إنسان روحاني إنه بلا خطية. ما احنا كل يوم بنقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك لأن ها أنا ذا بالخطايا ولدتني أمي. حاجة كمان في الإنسان الروحاني، الإنسان الروحاني دون أن يقصد ولكن الله يعطيه كرامة في أعين كل الناس اللي حواليه. له هيبة مش هو اللي يفتعلها ولا سلطانه ولا منصبه بيفرضها. الروحانية اللي فيه، المسيح اللي فيه، الروح القدس اللي بيتكلم على لسانه هو اللي بيخلي الإنسان دي ليه مهابة في عين كل الناس اللي حواليه. عارفين زي مين؟ أقول لكم زي مين. زي المتنيح أبونا ميخائيل إبراهيم، كان منظره بسيط قوي بشمبر النظارة الفلاحي بتاع زمان، وكان إنسان في شكله وفي طريقة كلامه إنسان بسيط، ولكن كانت له مهابة روحية. مش عايز أقول لحضراتكم المهابة دي شكلها إيه وقوتها إيه وبركتها إيه، لدرجة إن ناس كتيرة قوي من اللي ما كانتش بتحب أبداً يعني الكنيسة وإلى آخره والناس اللي فيها، لما كانت تتعامل مع ميخائيل أفندي قبل ما يكون كاهن وتعاملت مع أبونا ميخائيل أفندي بعد ما بقى كاهن، كانت تقول أن كان له بساطة لا تخلو من مهابة. ودي حاجة كده ربنا مديها له، أنك أنت واقف قدام حضرة الله. أفتكر وأنا في ثانوي زمان شفته كان بيصلي إكليل عندنا في الكنيسة، صدقوني من طريقته وأسلوبه في الصلاة من غير ما أعرف أنا عرفت، أو من غير ما أشوفه قبل كده عرفت إن ده أبونا ميخائيل إبراهيم. كان في حاجة كده تخلي الواحد مش عارف أقول إيه، جسمه أشعر لو فهمت التعبير. آخر نقطة في الإنسان الروحاني، هو أكتر إنسان بيأثر في اللي حواليه. الخادم الروحاني أكتر إنسان يأثر في أولاده، الكاهن الروحاني أكتر كاهن يأثر في شعبه. ليه؟ لأن الناس بتصدقه، لأن الناس شايفة أنه فعلا بيحب ربنا، شايفة أنه فعلا بيحاول يعيش كما يليق بإنجيل المسيح. يبقى الإنسان الروحاني مش ضروري يكون عنده موهبة، مش ضروري يكون مشهور. الإنسان الروحاني مش معناه أنه ما بيغلطش، الإنسان الروحاني ربنا بيديله مهابة وبيديله كرامة في شخصيته ومن بركته
إن كل الناس بتحبه وتصدقه لأنه عايش اللي بيقوله. النهاردة عرفنا إيه هو الإنسان الروحي، تعالوا بقى نتكلم على صفات الإنسان الروحي بدءا من بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.